طبعا وبعد الدخلة السينمائية دي يبقى أكيد فيديو النهاردة فيديو مش عادي السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في ابتكارات MTA معاكم محمد طلعت فيديو النهارده زي ما شفنا في المقدمه هنتكلم عن جميع انواع الالكترونيات طبعا مش هيبقى شرح تفصيلي للكل لكن هدف الفيديو ان انا اعرفك على اكبر قدر من الالكترونيات اللي احنا بنستخدمها علشان تتعرف على اشهر الالكترونيات اللي بتكون الاجهزه اللي موجوده في حياتنا تابعوا معايا الفيديو وتنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده ويلا بينا نبدا قبل ما نبدأ انت ممكن توطي سرعة الفيديو عن طريق الضغط على الترس واختار سرعة التشغيل واختار اقل من واحد اول فئه هنتكلم عنها النهارده هي فئه المقاومات وهنبدا بالمقاومات العاديه المقاومه عباره عن اداه لها طرفين ملهاش موجب وسالب وظيفتها الاساسيه انها تقلل شده مرور التيار يعني ممكن استخدمها مثلا في خفض اضاءه لمبه وليها وظيفه تانية ان انا ممكن اجزأ بيها الجهد او اجزأ بيها الطيار. يعني ممكن اخد جهد قليل من جهد كبير بس ساعتها يكون الطيار قليل وده رمز المقاومه الرمز العالمي والرمز البريطاني وحده قياس المقاومه هي الاوم زي مثلا واحد اوم خمسة اوم 10 اوم 100 اوم لحد 1000 اوم اللي بنقول عليها واحد كيلو ولحد المليون اللي بنقول عليها 1 ميجا وقيم المقاومات كتيره جدا اما بقى اختلاف احجامهم بيكون على قدرتهم على تحمل التيار يعني ممكن تلاقي مقاومتين قدامك كل واحده فيهم 10 اوم ولكن مختلفين في الحجم هتلاقي ان الصغيره بتتحمل تيار قليل اللي هي بتكون ربع وات ودي الاشهر استخداما وهتلاقي الكبيره اكتر من 1 وات ودي بتتحمل تيار اعلى هتلاقي في الوصف تحت الفيديو ثلاث فيديوهات كنت شارح فيهم ازاي تقرا المقاومه بالالوان اللي عليها وازاي تحسب الباور بتاعها او الوات وازاي تسمعها في البيت يبقى بص في الوصف بعد ما تخلص الفيديو ده تاني حاجة عندنا النهاردة هي المقاومات المتغيرة البوتنشوميتر ومن اسمها هي مقاومة عادية بس انت بتظبط قيمتها زي ما انت عايز وده الرمز بتاعها في الدايرة الكهربائية بيكون ليها ثلاث أطراف ما بين الطرف الأول والأخير بيكون فيه مقاومة ثابتة لنفترض انت اشتريتها المقاومة دي 50 كيلو فبيكون الطرف اللي في النص هو اللي انت بتحركه على المقاومة لنفترض ان المؤشر في الوضع ده خلى فيه مقاومة ما بين الطرف اللي في النص والطرف اللي على الشمال بقيمة معينة فساعتها هيكون ما بين نفس الطرف اللي في النص والطرف اللي على اليمين قيمة باقي بيقيم المقاومة فانت ساعتها بتستخدم أي طرفين فيهم وبكده يبقى عندك مقاومة متغيرة دلوقتي مع المقاومة الضوئية LDR واللي ده الرمز بتاعها ال LDR هي مقاومة حساسة للضوء مقاومتها بتقل بزيادة الضوء عليها يعني في الضلمة بتكون حوالي مليون اوم مثلا وفي النور بتكون حوالي 100 اوم فقط ابقى بص في الوصف هتلاقي تطبيق عملناه في فيديو عليها دلوقتي هنيجي للمقاومة الحرارية وده الرمز بتاعها وفي منها نوعين النوع الأشهر وهو ال NTC ودي مقاومتها بتقل بالتسخين والنوع التاني ال BTC مقاومتها بتزيد بالتسخين ودي بعض أشكالهم في نوع تاني من المقاومات اسمه مقاومات الجهدية الفيروس تور أو الفي دي آر وده الرمز بتاعها وظيفه المقاومات دي الحمايه من الجهد العالي المقاومه دي بتتوصل على التوازي على طول مع الفيشه علشان لو قابس الكهرباء الجهد بتاعه زاد عن حد معين ساعتها المقاومه دي بتضحي بنفسها وتفرقع بسبب انها بتخلي التيار يمشي فيها هي بدل ما يمشي في الدائره اللي, اللي بعدها مثلا مقاومه في دي ار مكتوب عليها 300 فولت وحطيناها على التوازي مع فيشه مثلا بتاعه باور سبلاي فلو جهد الفيشه عالي عن 300 فولت فجاه ساعتها المقاومه هتتحول لسلكه وهتعدي التيار كله فيها هي بدل ما يعدي في الدائره اللي بعدها ويحرقها دلوقتي هنتكلم عن المكثفات المكثف ده عباره عن بطاريه ولكن سريع الشحن والتفريغ النوع الاول اللي هو الكتروليت كاباستور وده بيبقى له موجب وسالب وده الرمز بتاعه ووحدة قياس سعه المكثف هي الفراد لكن الفراد ده حاجه كبيره عشان كده بتلاقي الاشهر في القياس هو الميكرو فراد اللي هو 10 اس سالب 6 من الفراد تاني حاجه بتتكتب على المكثف هو اقصى فولت يقدر يتحمله زي مثلا هتلاقي مكثف 25 فولت 1000 مايكرو فراد المكثف ده ليه استخدامات كتيره جدا زي مثلا تنعيم التيار لو التيار بيعلى ويوطى هو بيثبته او زي دوائر التاخير زي التايمر او الديلي او ممكن لو حطيته على التوازي مع لمبه هيخليها تنور ببطء وتطفي ببطء وليه استخدامات تاني كتير الانواع التانية اللي المكثف هي الفيلم كاباستور او السيراميك ودول ما بيكونش ليهم موجب وسالب وده الرمز بتاعهم والانواع الغير مستقطبه دي بتكون السعة بتاعتها قليله الاشهر فيها بيكون بالنانو فراد يعني اقل من الميكرو فراد او ممكن تلاقي واحد او اتنين او تلاتة ميكرو فراد بالكتير والمكثفات دي بتتحمل جهود عاليه زي مثلا 250 فولت او 400 فولت عشان كده بنستخدمها اكتر مع التيار المتردد وساعات بنستخدمها في خفض التيار زي ما عملنا في دايره ترانسليس اللي شرحناها في فيديو قبل كده ومكثفات السيراميك اللي اصغر من كده بتتقاس بالنانو فراد. وغالبا بتستخدم في ازاله التشويش او دوائل. الحماية من الجهد الزائد وبعض المكثفات دي شبه المقاومة الجهدية الفيروستور اللي اتكلمنا عنها مع المقاومات في مكثفات متغيرة variable capacitor وده الرمز بتاعها ولكن قليلة الاستخدام كانوا بيستخدموها اكتر زمان دلوقتي هنتكلم يعني عن الدايود وده الرمز بتاعه الدايود هو عباره عن اداه بتوحد اتجاه التيار يعني بتخليه يمشي في اتجاه واحد بس اللي هو اتجاه السهم ولو في تيار عايز يرجع مش هيعرف بنستخدم الدايود في تحويل التيار المتردد لتيار مستمر باستخدام دايود واحد او اربع دايودات وساعات بنستخدمه في خفض الجهد لان كل دايود بيعمل دروب فولتج 7 من 10 فولت واختلاف احجامه بيكون في قدرته على تحمل الطيار وكنا شرحنا الدايود بالتفصيل في فيديو قبل كده وكل الفيديوهات هتلاقيها في الوصف تحت الفيديو نيجي للزينر دايود وده الرمز بتاعه هو عبارة عن دايود عادي ولكن زي ما قلنا ان الدايود العادي بيعمل دروب فولتج 7 من 10 فولت اما الزينر دايود بيعمل دروب فولتج بالفولت اللي انت عايزه بيكون مكتوب عليه زي مثلا 3 فولت او 5 فولت او 12 وهكذا ولكن الزينر بتوصل توصيل عكسي يعني عكس الدايد العادي يعني بخلي التيار يمشي عكس اتجاه السهل بنستخدم الزينر دايود في خفض الجهد او تثبيت الجهد عند قيمة معينة اقل من قيمة الباور سبلاي وكنا شرحناه بالتفصيل في فيديو قبل كده دلوقتي هنروح لنوع تاني من انواع الديودات وهو الديود الضوئى المشع LED واللى الرمز بتاعه هو نفس رمز الديود ولكن طلع منه شعاعين يعنى ديود مشع اللمبة عشان اعرف الموجة والسالب بتوعها لو بصيت عليها من جوه هلاقي جزء كبير وجزء صغير الجزء الكبير بيكون هو السالب في نسبة كبيرة من اللمبات او لو بصيت على اللمبة من فوق او من تحت هلاقي ان القاعدة بتاعتها مقصوصة من جهة السالب او لو شاريها جديد هلاقي ان الرجل الطويلة هي الموجة والصغيرة هي السالب واللمبات اللي من الحجم ده اسمها 5 مللي والحجم الصغير اسمه 3 مللي اللمبات ال 5 مللي بتاخد من 3 ل 5 فولت وال 3 مللي كفاية عليها 3 فولت في لمبات اكبر اسمها 1 وات او 3 وات دي بتكون 5 فولت في لمبات لحد 35 فولت زي ال 100 وات هنبقى نعمل حلقة مخصوص عن اللمبات قريب ان شاء الله ودلوقتي هنروح للملفات وده الرمز بتاع الملف واللي بتكون وحدة قياسه هي الهنري الملف هو عبارة عن سلكة معزولة ملفوفة على الهواء أو على معدن أو على مادة الفرايت الملف لو مررت فيه كهرباء بيعمل مجال مغناطيسي حواليه يعني بيتحول لمغناطيس ولما بشيل الكهرباء دي من عليه المجال المغناطيسي اللي حواليه بينهار وأثناء هو بينهار بيولد كهرباء تاني جوه الملف فبيحصل تيار عكسي جوه الملف ساعات بيكون بآلاف الفولتات بنستفيد احنا بقى من العملية دي في تطبيقات كتير زي رفع الجهد أو إرسال الإشارات واستقبالها أو رفع وخفض الجهد في المحولات الكهربائية الترانسفورمر او محاولة الكهربي هو عباره عن ملفين ملفوفين جنب بعض واحد فيهم بمشي فيه تيار متردد بقيمه معينه بسميه الملف الابتدائي برايمري فبتكون النتيجه ان الملف الثاني اللي بنسميه الثانوي سكندري بيتولد فيه جهد جديد غير الجهد اللي كان في الابتدائي زي محول الكهرباء اللي اسمه 12 0 12 اللي بياخد 220 فولت على الملف الابتدائي وبيطلع 24 فولت على الملف الثانوي او 12 ما بين الطرف اللي اسمه 0 واي طرف اسمه 12 واللي كنا شرحناه برضه في فيديو قبل كده طبعا جميع المحاولات بتشتغل على التيار المتردد ملحوظه اللي فيه دلوقتي ده لف عادي مش محول ودلوقتي هنتكلم عن الريلي زي ما قلنا ان الملف لو خد كهربا بيتحول لمغناطيس فاحنا ممكن نستخدم المغناطيس ده في انه يحرك لنا مفتاح فدلوقتي الريلي ليه خمس اطراف لو اديت كهربا للملف بتاعه مثلا 12 فولت او 5 او اي رقم كان مكتوب على الريلي ساعتها الرجل اللي اسمها كومون هتتسحب بفعل المغناطيس وهتلمس مع الرجل اللي اسمها نورمال اوبن وساعتها ما بين رجل الكومون والنورمال اوبن تقدر تعدي 220 فولت عادي خالص وبكده تبقى انت اتحكمت في جهد كبير عن طريق فقط 12 فولت او 5 فولت ولو شلت الكهربا عن الملف هترجع الكومون مع النورمال كلوز

دلوقتي هنتكلم عن عملاق الالكترونيات واللي في رايي اهم اكتشاف في تاريخ البشريه الترانزستور اهم اكتشاف ده هو السبب في اهم اختراعين في العالم الموبايل والكمبيوتر بروسيسور موبايلك بيكون فيه حوالي 10 مليار ترانزستور من النوع موسفيت اما في اجهزه الكمبيوتر العدد بيوصل لتريليون ترانزستور من النوع موسفيت فيلا بينا نتعرف على العملاق الصغير ده وقريب هنعمل حلقات عنه بالتفصيل ان شاء الله برمز الترانزستور العادي اللي من نوع بي جي تي ان بي ان وباقي الانواع هنشرحها في حلقه منفصله كل الانواع اصلا يعتبر نفس الفكره الترانزستور ما هو الا حاجتين يا اما مفتاح يا اما مكبر ويعتبر زيه زي الريلي في حاله المفتاح الترانزستور ليه ثلاث اطراف كوليكتور اميتر وبيز الترانزستور قال لك انا مش هعدي التيار من الكوليكتور للاميتر الا لما يكون في كهرباء جت له على البيز وبكده هو اشتغل كمفتاح لما تيجي كهرباء على البيز هيعدي التيار من الكوليكتور للاميتر ولما هتشيل الكهرباء من على البيز التيار هيقف ما بين الكوليكتور والإمتر. كده هو زيه زي الريلي بالظبط لما بتدي كهرباء للريلي على الملف بتاعه بيلمس الكومون مع النورمال اوبن هنا نفس الكلام لما بتدي على البيز بيلمس الكوليكتور مع الاميتر ولكن الفرق ان الريليه كان بيسحب تيار عالي على الملف بتاعه يعني مثلا ممكن يوصل لنص امبير لكن الترانزستور بيسحب تيار قليل جدا ساعات بالمايكرو امبير او بالملي امبير على القاعده بتاعته وساعات ما بيسحبش تيار اصلا في حاله الموسفيت وده كده كان الترانزستور كمفتاح اما ترانزستور كمكبر هو نفسه ترانزستور كمفتاح ولكن الاشاره اللي بجيبها على القاعده بتكون متغيره فبتظهر لي على الكوليكتور والايميتر بشكل اكبر زي مكبر الصوت او مكبر الاشارات مش عايزين نتكلم عن الترانزستور في الحلقه دي لانه ان شاء الله هيكون له حلقات مخصوصة هو ان هو اهم عنصر في الالكترونيات دي دايرة عادية خالص لمبة وبطارية ومفتاح لما بدوس على المفتاح اللمبة بتنور ولكن لو شلنا المفتاح ممكن نحط مكانه ترانزستور عشان يشتغل مكانه كمفتاح لو جينا نشغل اللمبة مش هتنور لان الترانزستور مش شغال ما بيوصلش الكهرباء ما بين الكوليكتور والامتر هو مقالك انا مش هوصل الكهرباء ما بين الكوليكتور والامتر الا لما اخد تيار صغير على القاعدة هنا فلنفترض ان احنا هنجيب له التيار ده من البطارية نفسها التيار اللي هيخش القاعدة هيمشي في الترانزستور وهيطلع من الاميتر ولكن لو وصلته بالتوصيلة دي الترانزستور هيتحرق لان قالك انا بسحب تيار قليل جدا على القاعدة عشان كده لازم نحط مقاومه علشان تحمي الترانزستور من انه يتحرق فدلوقتي لو تيار صغير اتسحب على القاعده الترانزستور هيشتغل وهيعدي الكهرباء عادي طبعا احنا ما بنستخدمش الترانزستور بالطريقه دي بيبقى في دايره كهربائيه ثانيه بيبقى فيها بطاريه خارجيه البطاريه الخارجيه دي التيار بتاعها بيدخل في قاعده الترانزستور وبيطلع من الاميتر عشان يرجع لها ثاني ولما الكلام ده بيحصل ساعتها التيار الكبير بيعدي بيدخل في الكوليكتر وبيطلع من الاميتر وبيرجع للبطاريه الكبيره ثاني الكلام ده بنستفيد بيه زي مثلا معانا هنا آر ومقاومة طول ما ال ار عليها ضوء زي ضوء الشمس اللمبة مش هتنور وأول ما الدنيا هتليل اللمبة ساعتها هتنور عن طريق ان في اشارة صغيرة جدا جاتلها هنا خلت الترانزستور يشتغل وده كان أبسط تطبيق للترانزستور وعملناه في حلقة حساس الشمس وبما اننا اتكلمنا عن الترانزستور فلازم نتكلم عن الانتجريتد سيركت او الاي سي الدائره المتكامله اللي هي بتكون عن مجموعه من الترانزستورات وشويه مقومات ومكثفات جواها الاي سيات انواع كتير ومختلفه كل حاجه بتعمل وظيفه مختلفه ولكن كلهم بيشتركوا في طريقه عد الرجول بتاعتهم اي اي سي بيبقى فيها نوتش صغير او دائره صغيره بتعرف من النوتش دي ان الرجل اللي على الشمال هي الرجل رقم واحد وبتبدا العد عكس عقارب الساعه واحد 2 3 أربعة بعد كده الناحيه التانية بيكون 5 6 7 8 وهكذا الاي سيات ليها استخدامات كتير عندك اشهر اي سي اللي هي الثلاث خمسات دي بنستخدم لو عايزين نعمل تايمر في دايره اسمها مونوستيبل او لو عايزين نتحكم في سرعه موتور صغير عن طريق انها تولد لنا حاجه اسمها بي ام في دايره اي ستيبل او لو عايزين نشغل لمبه من مفتاح ونرجع نقفلها من مفتاح تاني في دايره باي ستيبل والثلاث دوائر دول هنبقى نشرحهم في فيديو مخصوص للاي سي 3 خمسات وساعات بنستخدم اي سي 3 خمسات مع اي سي ثانيه اسمها 4017 عشان نخلي 10 لمبات يجروا ورا بعض اشترك في القناه عشان قريب هنعمل كل الكلام ده ان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن حاجات بسيطه زي السويتشز او المفاتيح واللي بيكون في منها انواع كتير ده رمز السويتش العادي اللي هو عباره عن اون واوف وده رمز البوش بوتون اللي لما بتدوس عليه بيديك اون ولما تشيل ايدك يديك اوف وساعات بيحصل العكس زي مفتاح الثلاجه اظن المفاتيح مش محتاجه شرح ده مفتاح حساس للحراره لما بيوصل لدرجه حراره معينه بيكون مكتوب عليه بيفصل زي مثلا 60 درجه مئويه اللي مكتوب عليه دلوقتي هنتكلم عن الفيوز وده الرمز بتاعها اللي هي بتكون عبارة عن سلكة ولكن بتتحمل تيار معين مثلا فيوز مكتوب عليها واحد أمبير ده معناه إنها لو عدى فيها أكتر من واحد أمبير الفيوز هتتحرق وهتحمي الدايرة اللي هي محطوطة عشانها كده الفيوز بتحمي من ارتفاع التيار ودايما بنلاقيها جنب المقاومة الجهدية ستور اللي بتحمي من ارتفاع الجهد وغالبا بيبقى جنبيهم مقاومة حرارية NTC عشان تحمي من ارتفاع الحرارة ودلوقتي مع اللود سبيكرز او السماعات السماعات عباره عن ملف ومغناطيس الملف بيمشي فيه تيار متردد بنفس تردد صوتك فبيحصل الاهتزاز اللي احنا بنسمعه كذلك المايك بياخد تردد صوتك وبيحوله لاشارات كهربائيه عن طريق انه بيقطع تيار مستمر في حاجه تانية اسمها كريستال كوارتز او الاوسليتور وده الرمز بتاعه حجر الكوارتز بيستخدم في توليد النبضات عن طريق تقطيع التيار ملايين المرات في الثانيه بيستخدم في دوائر ارسال والاستقبال ويستخدم في الساعات ومع المايكرو كنترولر واي حاجه بتحتاج نبضات وده عبارة عن فايبريشن صغير بيبقى موجود في الموبايلات ده اسمه بلتير الكتريك كولر البلتير لو اخذ كهربا 12 فولت جنب من جنبه بيبقى ساقع جدا لدرجه انك لو حطيت عليه نقط ميه هتتلج والجنب التاني بيبقى سخن جدا لدرجه انك لو حطيت عليه نقط ميه هتتبخر ولو عكسنا الموضوع وخلينا جنب من جنبه يبقى ساقع والجنب التاني سخن ساعتها هيولد كهرباء. البلتير مكتوب عليه 12 .706 يعني 12 فولت و6 امبير يعني تشغله على ادابتور لابتوب بس لو شغلته هو في الهواء كده وما الجزء اللي بيسخن للاسف البلتير بيتحرق بسرعه فانا هنا حاطه على مبرد وازود ميه علشان يشيل السخنيه بسرعه هتكون النتيجه ان اللي فوق اللي عليه والجزء اللي تحت الميه فيها تسخن جدا البلتير بيستخدموه في تبريد بروسيسور الكمبيوتر بس لازم يكون معاه حاجه تشتت الحراره السخنه بتاعته والا مش هيشتغل بكفاءه الموتير انواع كتير جدا منهم اللي بيشتغل على حاجه اسمها براش ومنهم براشلس ومنهم ستيبر وسيرفو هنبقى نعمل عنهم حلقه قريب ان شاء الله كل الالكترونات اللي انت خدتها بتجمعها على بورده البي سي بي واللي بتكون عباره عن دوائر نحاس صغيره بتلحم عليها القطع بتاعتك بالازير والكاويه وفي انواع تانيه من بوردات البي سي بي بتكون عباره عن خطوط نحاس بدلا من الدوائر ودي بتسهل عليك عمليه التوصيل يا يعني اما ممكن تصمم الدايره كامله على كمبيوتر وتطبعها وتحطها على بورده نحاس كامله وتحطها بعد كده في محلول ياكل النحاس اللي بره الحبر وبكده تبقى عملت بورده بي سي بي مطبوعه وبرضو البي سي بي هيبقى لها فيديو لوحدها دلوقتي هنتكلم عن البطاريات جميع بطاريات الموبايل بيكون 3.7 من عشرة فولت وجهد الشحن بتاعها 4.2 من عشرة فولت لو عندك بطارية موبايل بايظه اخلع البوردة بتاعتها اللي بيكون عليها من فوق وخد الكهرباء من الطرفين اللي جوه على طول اكتر بطاريات بفضل استخدمها هي بطاريات الموبايل او بطاريات الليثيوم ايون لانها قابلة لاعادة الشحن والبطاريات القابله لاعاده الشحن عشان اشحنها بشحنها بجهد اعلى منها بحاجه بسيطه بشحنهم بحوالي 5 فولت او المفروض 4.2 من 10 فولت بطاريات الليثيوم ايون او اللي اسمها 18650 بتكون موجوده في بطاريات اللابتوب والباور بانك واجهزه كتير وفي منها 7000 واحده في عربية تسلا الكهربائيه باور سبلاي الكمبيوتر يقدر يديك جهود مختلفه زي 3 فولت 5 فولت 12 فولت وممكن يديك 24 فولت كنا شرحنا ازاي نشغله بره الكمبيوتر في فيديو منشار الاركت الباور سبلاي ده مفيد جدا انزل اشتريه مستعمل من اي محل كمبيوتر هتلاقيه رخيص جدا وهيفيدك في مشاريع كتير السولدرلس بورد او البريد بورد البيضة هتفيدك جدا في عمل التجارب بتشتريها من محل الالكترونيات وبتشتري معاها طقم سلك البوردة دي مهمتها ان انت تصمم عليها الدايره بتاعتك قبل ما تلحمها بالازير وده شكل تقسيمتها من جوه كل الخطوط اللي جايه بالعرض A B, C, D, e, متوصله ببعضها والخطين الكبار الاحمر والازرق كلهم عباره عن خط واحد متوصلين ببعض ودول بتوع الباور سبلاي أجهزة القياس أو الأفو اختصار لكلمة أمبير فولت أوم أو اللي اسمها أجهزة المالتي بيكون في منها نوعين أساسيين نوع بيقيس على طول ما بتحتاجش إن أنت تختار فيه رينج معين والنوع التاني بتحتاج إن أنت تتوقع قيمة الحاجة اللي أنت هتقيسها عشان توقفه على الرينج المناسب ليه واخر حاجه هنتكلم عنها النهارده وهي الاردوينو او المايكرو كنترولر الاردوينو ده عباره عن مجموع لكل اللي اتكلمنا عنه في الحلقه النهارده بتبرمجه عن طريق كابل يو اس بي بيتوصل بالكمبيوتر عن طريق برنامج اسمه اردوينو اي دي اي وبرمجته سهله الاطفال بيتعلموها الاردوينو ليه مداخل ومخارج كتير انت بتبرمج كل رجل انت عايزة تطلع كهرباء امتى وقد ايه وازاي ولما يجي لك كهرباء على رجل تانية تاخد قرار ان رجل ثالثه تنور وليله كبيره سعادتك الاردوينو مشاريعه كتير جدا وبحر واسع وبتركب له حساسات من كل الانواع لو اتعلمته تقدر تصنع بيه روبوتات تاني كتير كل ده بسبب المايكرو كنترولر اللي موجود جواه واللي ممكن بعد كده تخلعه من الاردوينو وتحطه في اي اختراع انت عايزه وكل اللي اتكلمنا عنه النهارده هتلاقيه بيتباع في محلات الالكترونيات او ممكن تلاقيه بيتباع على النت وبكده اتكلمنا عن كل حاجه هتحتاجها في عالم الالكترونيات لو عملت لايك للفيديو الفيديو هينتشر اكتر واليوتيوب هيقترح لك فيديوهات اختراعات بعد كده ولو اشتركت في القناه وفعلت زر الجرس هتوصلك كل الفيديوهات الجديده في الصفحه الرئيسيه في اليوتيوب عندك ولو شايف الفيديو مفيد اعمل شير للفيديو وابعته لكل اصحابك وقرايبك على الواتس او على الفيس او في اي مكان دلوقتي بص في الوصف تحت الفيديو هتلاقي كل الفيديوهات اللي اتكلمنا عنها في الفيديو النهارده او افتح قائمه التشغيل اللي اكون حاططها اول رابط في الوصف هتلاقي كل الفيديوهات جت ورا بعضها مره واحده تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب الحلوه دي كان معكم محمد طلعت من ابتكارات ام تي اي والسلام عليكم